بسم الله الرحمن الرحيم. دي آخر حاجة وصلنا لها المحاضرة اللي فاتت. أخدنا الواجهة كده وحاولنا عدلنا في الحاجات دي اللي هي التشكيل اللي على الشبابيك، فظهر لي الشكل ده. طبعا باخدها كوبي قبل ما أعمل فينش عشان لما أجي أعدل مثلا في حاجة زي كده كله يتعدل معايا. ممكن نستخدم ألاين، نعمل فينيش. بدوس تاب عشان اختار الخط لوحده. تمام، بدوس تاب عندي بقى. لو عاوز اضيف برضو تشكيلات تانية نفس الفكرة، كومبوننت مودل ان بليس، اهم حاجه اعمل من الورك بلين سيت عشان اشوف الفيس اللي هرسم عليه. اقول له اوكي واختار مثلا الشكل ده، اقول له مثلا اكستروجن. ممكن نجمع الأربع شبابيك مع بعض. أقول له أوفسيت بوينت 12، أمسح اللي اتكررت معايا دي تاني. اقفل الجزء ده في ار تريم، نفس الفكرة الكورنر الثاني، كله فينيش. تمام، ممكن اعدل فيها تاني حاجة بسيطة، اختار لاين السنتر هنا. تبقى معايا في النص، شيل الخط اللي في النص ده كله اس ال. لما الامر بيضيع مني بدوس انتر تاني عشان ارجع له، يعني كده اهو انتر بيرجع تاني. كله دي ار ار دي ودي 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 مع دي دي مع دي. قول له فينيش. ممكن بقى احرك دي شوية، اختارها ادي لها ماتيريال. ممكن نديها ماتيريال مختلفة، قول له فينيش. ممكن نوصلها للآخر align، قول له finish align. هنا هنضغط tab عشان اختار الخط ده، نفس الفكرة. اول ما يتحدد معايا الخط اضغط كليك كاي. تمام، ممكن افرغ فيها.
ممكن نعمل تفريغ. الشكل كله اضغط تاب، اقول له فينيش، خليها اتفرغت. ممكن بقى نديها تبليطة جديدة مثلا من architecture component model in place. اوكي extrusion rectangle، اعمل set back plane، أبدأ أرسم له فينيش. أديها ماتريال مختلف، طبعا كل واحد يختار الماتريال بقى اللي تبقى مناسبة ليه. ممكن مثلا نعمل أرش على الباب كده، كرييت اكستروجن برضو، اختار الأرك، كل اوفست ممكن ماشي 12 مش مشكلة. اختار اللاين، اقفل، اقول له فينيش. تمام، ظبط الحسيبة على حدود التبليطة، نقول له فينيش، اديله ماتريال. ممكن نخليها كلها طوب وخلاص، بريك اهو. اوكي ممكن نقفل دي برضو، نفس الفكرة، دي ماتريال مختلف، قول له كرييت اكستروجن. اختار لاين، اقفل، قول له فينيش ماتريال، نغير الماتريال. تمام، نرجع للبلان، اعمل فينيش للي انا عملته ده كله. تمام، لو عايز اعمل اللي هي التقسيمات اللي بتبقى في الافقيه في البلان نفسه، بجيب نفس الامر، كومبوننت موديل ان بليس، اوكي اكستروجن ريكتانجل، من بدايه ال الكورنر بتاع المبنى، الكورنر الثاني، وابدا اخد اوفست، خلي الاوفست مثلا بوينت 12، تمام. ابدا بقى اقسم الشكل اللي هنا ده، افصله عشان ما تبقاش معديه على الشكل اللي انا رسمته من اللاين، هكذا هنا. نقول له السيل، أبدأ أفصل عشان أعمل تريم في آر. تمام، أختار، ممكن أختار الأمر ده أفضل، وأختار الخط ده وده، نقول له فينيش، أجيب المنظور، شوف ايه اللي حصل، ده الشكل اللي اترسم. تمام،
وبرضه هرجع افصل قدام الباب دي، العتبة اللي قدام الباب. ماشي، بس بقى قبل ما افصل بقى اخدها كوبي، لان هنا مفيش باب طبعا فوق. اقول له كوبي تو كليب بورد، الله انتو سيلكتد ليفل، ليفل 2. اوكي، وارجع افصلها في الدور الليفل 1. بلو ال هنا نهاية العرش برضو. اختار الأمر ده مانجمنت، مانجمنت، شيل الخط ده النهاية من المشكلة. المفروض أصلا أفصل ده كله، المفروض الحتة اللي اتشالت تبقى موجودة. تمام، اس ال أفصل هنا، هنا كله تي ار، ده مع دي، دي مع دي، دي مع دي، دي مع دي، كله فينيش. أجيب المنظور عشان أشوف إيه اللي حصل. بس فده اللي موجود معايا. ونفترض إن إحنا ممكن نرفعها شوية لفوق. كله موف. ألغي الكونستريشن. كونسترين اقول له فينش الاول، بختار الاثنين مع بعض. ممكن بقى اخدها كوبي والله انت وصلت ليفل 3. نقول له كوبي تو كليب بورد، والله انت وصلت ليفل، نقول له ليفل 3. بس ازود الاكسيتوريان، بس اخليه متر. نجيب وضع المنظور مثلا، روتيت، نبدأ أديهم ماتريال في أي كاتيجوري. دي ممكن أديها ماتريال مختلفة في أي كاتيجوري. يبقى لون مختلف بس عشان نعرف إنه في اختلاف في الماتريال. وفينش ممكن نغير الماتيريال بتاعت البيزك روف، اديت باي كاتيجوري. تمام، ممكن أبدأ أرسم سور ال WA. رتانجل
هنا بيرسم معايا خارج حدود ال اللي اوت او الخط الخطوط اللي انا رسمها. فبختار ايه وول اكستيريور، فبقى لي الاقيه بيرسم داخل الحدود، اقول له وضع المنظور تمام، بحدد دي وادوس تاب، بيختار لي كل الحواطي المتصلة بيها، وبقول له هو ان كونكتد، بخليها مثلا بوينت 99 سنتي، ممكن بفتح قصاد الباب ممكن اقول له اس ال، بس افعل ديليت انر سيجمنت، واختار هنا وهنا بيمسحها لي اوتوماتيك. ممكن بقى اعمل الكيرف الارشي هنا في المدخل ده، اروح للواجهة فرونت وابدا مثلا نرسم الموديل ان بليس، اوكي اقول له ست بكابلين، اوكي ابدا ارسم التكنولوجيا. للأرك أقول له أوفسيت ده مثلا 12 بوينت 12، وكتاب امسح بالقرار في الخطوط هنا في ال L line، الأمر ضاع مني أو دوس إنتر، كله في R، R دي مع دي، دي مع دي، دي مع دي، نقول له فينيش، رجل المنظور روتيت، بروح في البلان عشان ظبطت اعمل لها الاين معاها، يعني ممكن احرك دي او استخدم الاين افضل، اختار دي مع دي واختار دي مع دي، اختار دي مع دي ودي مع دي تمام، واختار بقى دي وازود الاكستروجن شوية، او ممكن اكتب رقم افضل بوينت 5، لا بوينت 0.5، نعمل الاين هنا عشان تيجي على الحيطة دي، كله فينيش، راح في المنظور لا ظبطت مع الصور. ممكن نغير الماتيريال بتاعت الأرضية دي، إيديت خليها مثلا غير التبليطة، خليها سوليد فيل أهي، أوكي نغير اللون إيديت تايب،
تمام. نرجع للبيان، في مشكلة كله يعني في المشاريع الكبيرة أحيانا خط القطع ما يبقاش مرر بالمبنى ستريت كده، فعاوزين نحركه. فبضغط على الخط يظهر لي سايز كروب وسبليت سيجمنت، هختار سبليت سيجمنت واضغط مثلا هنا واحرك الخط زي انا محتاج. طالع مثلا هنا، لاحظ مثلا يقطع في الشباك ده، الشباك ده مثلا، لا عاوز مثلا يقطع لي في الباب والشباك بتوع الحمام والسبليت هنا، احرك كده تمام. لو عاوز نفس الفكرة يقطع لي هنا في الباب ده، اروح للسكشن اشوف اللي اتغير. شايف السلم واجهة، قطعت في الشباك، طبلتات ظهرت معايا اللي في الواجهة، الاكسترود اللي في الواجهة، اكبر عشان اشوف الشجرة. ده السور، ده المدخل بتاع الأرش اللي عملناه، شغال رياليستيك. بسيف كل شوية أفضل عشان أحيانا الريفت بيفصل. ده كده السكشن، ندخل على الفرش تمام. طبعا الفرش ده كنا بنتعلم فده غلط، المفروض هنا دي غرفة نوم فيبقى فيها سرير كله سي ام. طبعا انا جايب السرير جاهز، بيبقى عندي الفاميلي باخد منها، باجي مثلا على الحيطة كده بيظهر لي خط ازرق، بضغط مسطرة لحد ما يظبط الاتجاه السرير زي ما انا محتاجه، بضغط بيبقى معايا كده. انا نفس الفكره بنفس الدور كله سي ام، بضغط هنا بيظهر لي جايد لاين، بضغط مسطره بيلف معايا. أول ما بيدخل على الفريم بعمله لود تاني. طبعا ممكن بعد ما أعمل بليس للفاميلي بحددها وبدوس مختارة برضه بيلف معايا عادي تمام. لو عاوز أحركه ببعد معين مثلا من الحيطة موف، وأكتب بقى الرقم اللي أنا محتاجه مثلا بوينت واحد. طبعا لو عاوز احركهم من الحيطه مسافه معينه، اول حاجه بعمل الاين للسرير، بعدين ببدا اعمل موف، اقول له مثلا بوينت 12 لو عاوز الغي كلمه اب دي، بعمل الغي التشيك عن المربع هنا، اقول له ابلاي تمام. لو عاوز اعمل ريلينج على الحوائط دي بختار، ممكن اصغر ارتفاعها، خلينا مثلا 40 واجيب ليفل 1 من الاركتكتشر، اختار ريلينج وبالريكتانجل ابدا
بفصله طبعا هنا، بقول له اس ال، بدوس ايه ديليت انر سيجمنت، بدوس هنا وهنا بيقطع اوتوماتيك طبعا، لو فينش بيظهر معايا كده بالشكل ده. ممكن اقول له من ليفل 1 بيز اوفست اطلعه بوينت 4، تمام، بحيث يبقى ارتفاع السور، يعني هو كده بدأ من ارتفاع السور على طول فوق الحيطة أو السور الصغير اللي أنا عملته، تمام. لو بقى أغير فيه أشكال مختلفة، تمام. نبص برضو على الاوبننج شوية باي فيس، بضغط على الفيس اللي انا محتاجه، ببدأ ارسم اقول له فينيش، فبيفتح لي فتحة في الروف، تمام. ممكن اروح في السايت ابدأ ارسم عليها وول دبليو ايه، اجيب الريكتانجل ابدأ ارسم، اروح في المنظور بلاقي رسم فين في الدور الأرضي، بروح في ليفل 3 أقول له دبليو إيه أول ريكتانجل، أرسم الأول عليها، بروح في المنظور بلاقي طلع لي بالشكل ده، بختار أن كونكتد بخليها مثلا 90، أو أكتر عشان ممكن نخليها مثلا 3، لو خليناها 3 تبقى حاجة بسيطة كده، تمام. ممكن يبقى عندي مثلا الشكل الجزء ده كيرف، فبختار مثلا روف باي اكسترويا كابلين، اوكي، بعمل سيت واختار الشكل ده، تاني من الروف، روف باي اكستروجن، اوكي، ببدأ ارسم مثلا بالسبلاين، نقول له فينيش، اروح في الوضع المنظور روتيت، طبعا بظبطها في اللي اوت او في ليفل 3 اي، خليها في السايت عشان تبقى ظاهرة اكتر، اقول له رياليستيك، حركها الناحية دي شوية، أزود بعد الحتة دي شوية كده برضو، أروح أقعد على المنظور أختار الوول دي وأقول له إيه أتاش توب، أختار الروف بيديني الشكل ده. في بقى ممكن تعملوا الأشكال اللي أنتوا محتاجينها باللاين والأرك وكل حاجة، إحنا عرفنا الطريقة بس مش أكتر يعني. هو الشكل غير مألوف شوية بس مش مشكلة، احنا عرفنا الطريقة ازاي يعني.
أو ممكن نخليها مثلا شكل هرم شوية. بلاقي الحيطة طبعا أخدت نفس شكل الروف اللي أنا رسمته الكيرف ده. ولا التاتش توب واختار الروف تمام. لو عملت بيه اخفاء اتش اتش الاقي الحائط اخذت نفس شكل الروف اللي انا رسمته. اقول اتش ار عشان ارجع. تمام ممكن نرجع على ليفل 1 نرسم مثلا أرضية بتجمع الشغل ده كله. فلور ريكتانجل ممكن مثلا نخليها بعيد 2 متر أو 3 متر. 3 متر نبدأ نرسم كله فينيش. ممكن نغيرها عشان تبقى ظاهر ان في حاجة مختلفة. بلاقي في مشكلة بتظهر هنا في الماتيريال مع بعضها ده عشان فرق الارتفاع. ممكن هايت اوفست اخليه مثلا 0.05. بلاقي المشكلة اختفت شوية. ما بتظهرش معايا المشكلة تاني. خليها بالماينس عشان تنزل تحت الأرضية. ده رجعت للأرضية اللي هي كانت حوالين المبنى. ودي بقى خلاص كده منخفضة شوية عنها. كده عرفنا ازاي ممكن نعرف نشكل في الواجهة بأشكال مختلفة. إن شاء الله نكمل في المحاضرة الجاية. لو محتاجين حاجة برضو قولوا عليها نكمل فيها يعني وكده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.